ماشي. السؤال بقى، وإيه يعني أهمية مستقبل مصر؟ وإيه لازمته؟ وبيتعمل فيه إيه؟ ويا ترى يعني هو ده هيفرق معانا في البلد؟ أنتوا بتقولوا المرحلة الأولى 350 ألف فدان، حولوها المرحلة الأولى 350 ألف فدان، بس هو هيكمل إن شاء الله في 2024، أظن يوليو 2024 هيكونوا 1,050,000 مزروعين، مزروع فيها كل ما يمكن أن يأتي على بال سيادتك. بس خلونا في الحتة دي بالذات نرجع لمعالي وزير الزراعة السيد القصير وزير زراعة مصر واستصلاح الأراضي. أهلا بك معالي الوزير. أهلا نيسي بيه. إزاي الصحة؟ كله تمام. أنا مش هطول على حضرتك طبقا لاتفاقنا، عندي يقين أن حضرتك صاحي بقالك على الأقل أسبوعين. يا ربنا يكرمنا، كلنا بنخدم الوطن الله يسعدك بيه. وحضرتك شفت النهارده حاجه مبهره يعني. صحيح يا فندم. يا فندم الناس تقعد تسال تقول والله ايه اهميه مستقبل مصر؟ يا ترى هيوفر ايه لمصر؟ يا ترى هيفيد ايه لمصر؟ وفي حاجه رائعه جدا كنت حضرتك تفضلت بعرضها النهارده، الا وهو استنباط اصناف جديده من القمح، وهيتم استبدالها مع الاصناف القديمه اللي موجوده عند المزارعين، وده يفرق كتير في الانتاجيه بتاعت كل فدان. طيب لو تسمح لي انا يعني اتكلم في ثلاث نقط لو اتفضل. تسمح لي يعني اتفضل يا فندم. اتفضل على سيادتك وعلى اتفضل يا فندم. اتكلم عن اهميه هذا المشروع، اتكلم عن موضوع التقاوي المعتمده، حلو، اتكلم عن حلم فخامه السيد الرئيس في موضوع المشاكل. يا ريت. ثلاث موضوعات دول عايزه يعني اتحدث فيه كلنا اذان صاغيه. اتفضل يا فندم. الله يبارك. اولا فيما يتعلق بموضوع مستقبل مصر، ده يعني لك ان تتخيل وضع الدولة المصرية حاليا بدون مشروعات التوسع الأفقي اللي بتتم دي، في ظل أزمة الغذاء العالمية اللي احنا فيها، والأزمة الاقتصادية نتيجة جائحة كورونا ونتيجة أزمة أوكرانيا وروسيا. أيوه. مشروعات التوسع الأفقي دي يعني أعتقد احنا يمكن من الدول مش عايز أقول الوحيدة اللي بتستصلح الصحراء. كل العالم الدول كتيرة ربنا نعم عليها، المطر بينزل بيدوب يحطوا البذرة في الأرض يلاقي المحصول يطلع يحصد وخلاص، لكن محدش بيصلح صحرة وبيحيي صحرة ويمد خطوط مية زي ما حضرتك شفت ومحطات رفع وشبكات. أيوه. ويطلع في اتجاه عكس الاتجاه. كل دي الهدف منها ايه؟ الهدف منها تأمين منظومة الغذاء والأمن الغذائي للشعب المصري. سيادة الرئيس بيفكر في هذه المشروعات لأن الرقعة الزراعية القديمة تأكلت، بقت كلها حوالي 6 مليون فدان. احنا عندنا أراضي مستصلحة، احنا الأرض كلها 9.7 يعني حوالي 3.7 أرض جديدة، وعندنا مشروعات يعني توسع أفقي سواء في مشروع الدلتا الجديدة العملاق أو تشكى الخير أو تنمية شمال وسط سيناء أو غرب المنيا أو جنوب الصعيد أو شرق العوينات أو تنمية الريف المصري، أكثر من 3.5 فدان. كل دي بتتم وبتحتاج وكلها ماشية في وقت واحد، يعني مش بنعمل مشروع بالتوازي مع يعني على التوالي، لا، كل المشروعات بيتم فيها العمل كلها بالتوازي في وقت واحد وبتتكلف المليارات. صحيح. الهدف من هذه المشروعات زي ما حضرتك شفت أنت اللي بيتكلم 350 ألف فدان، 350 ألف فدان دول يعني اما يبقوا مزروعين محاصيل استراتيجيه زي ما حضرتك شفت. أيوه. القمح، البنجر، الخضر، ذره، شعير، محاصيل استراتيجيه. مش الامر مقتصر على القمح بس، ما انت بتتكلم على القمح، بتتكلم عن سكر، بتتكلم عن ذره وعلف اصفر علف، وبتتكلم عن خضروات. صح. يا اما بنستخدمها يا اما بنصدرها وبتجيب عمله اجنبيه. فلك ان تتخيل حجم الاراضي دي وحجم الاستصلاح الصحراء، وشفت العمران اللي موجود، وعلى مدى الشوف بتشوف اراضي زراعيه بتاخد تكاليف وجهد زي ما شرحنا النهارده. الخطوات اللي بتاخدها استصلاح هذه الاراضي، انت بتشغل عماله، بتعمل مجتمعات تنمويه، بتعمل تصنيع زراعي، بتعمل قيمه مضافه، بتعمل انتاج حيواني، بتعمل مشروعات، بتعمل تنميه حقيقيه لمجتمع. لكن تخيل هذا المشروع زي ما بنقول كده بيستهدف اصلاح 1,050,000 فدان، 1,050,000 فدان يعادلوا 30% من مساحة الدلتا القديمة اللي بنشتغل فيها بقالنا يعني آلاف السنين. صحيح. فده مشروع عملاق، ولازم الناس تقدر هذا الجهد وتقدر الإنفاق اللي الدولة بتصرفه والمراحل اللي بتتم في المشروع عشان يتم بالشكل اللي حضرتك شفته ده. يعني أنت صحيح شفته النهارده منزرع
والميكنه الزراعيه مستخدمه واساليب الري الحديثه، لكن ما قبل الزراعه يعني مساله صعبه. شفت حضرتك الخريطه اللي عرضها سياده اللواء؟ شفتها صحيح. حجم الطرق، حجم مسارات الميه، حجم الانفاق اللي بيتم، حجره يعني حاجه مذهله يعني. محطه معالجه مياه السرد الزراعي لوحدها 7.5 مليون متر مكعب يومي، ودي اكبر من المحطه بتاعه بحر البقر، اكبر من بتاع معالج بتاع مصر بحر البقر 5.6 من 10. اللي هي ايه 5.6 من 10؟ اعتبرت اكبر محطه في العالم. صحيح. دي بقى كمان اكبر منها. مظبوط. طيب، فمحور التوسع الافقي ده محور رئيسي، محور بيؤدي لزياده الرقعه الزراعيه زي ما قلنا، بيرفع نسبه الاكتفاء الذاتي، بيخلق مجتمعات عمرانيه، بيزود في نسبه الصادرات واحتياط مصر من العمله الاجنبيه. كمان الحاجه الكويسه اللي الدوله المصريه بتعملها، ان لو انت حضرتك شفت المشروعات التوسع الافقي تلاقيها موجوده في الصعيد، في شرق الهوينات، في سيناء، في التوشكا، في الدلتا الجديده، معناه ان انت بتعمل تنميه احتوائيه. يعني ايه؟ بتشمل كل محافظات الجمهوريه، موزعه يعني على عموم الجمهوريه، مش بختص منطقه واحده. فده جهد جبار. طيب، في كمان زي ما حضرتك شرحت لنا النهارده يا فندم، انه تم استنباط انواع جديده من التقاوي بتاعه القمح. لو انا فاكر الارقام كان جيزه 75، صح كده؟ احنا عندنا جيزه 171، وعندنا يعني ساخه 65، وعندنا مصر 3 و4، وعندنا 6 14 او 12، وعندنا بني سويف للمكرونه. عندنا اصناف جديده دائما. ايه الهدف من الاصناف دي؟ الاصناف دي دائما انت لو استخدمت صنف لفتره طويله من الزمن ممكن يتاثر بالبيئه والتغيرات اللي موجوده، وبالتالي بتبقى محتاج ترفع جودته وتخليه يعني ما يطع... يعني ممكن ياخد على المناخ ويتعرض للامراض، فانت دائما فلازم احسن صفاته الوراثيه طول الوقت، تحسن الشلاسه والصفات الوراثيه، تقوم ترفع من الانتاجيه، تخليه مقاوم للامراض، تخليه مقاوم للتغيرات المناخيه. ايضا كمان اليومين دول يمكن حضرتك شفت كمان الاصناف اللي احنا بنقول عليها مبكره النضج، الانبات، قليله الاحتياج للميه. الاصناف اللي بنقولها دي اصناف احنا يمكن من اعلى الدول في انتاج في الانتاجيه لمساحه لوحده المساحه الفدان. احنا يعني النهارده زي ما شفت كده بنتكلم على متوسط 19 اردب بالفدان، لكن في بعض زملائنا المزارعين والفلاحين جابوا اكثر من 23 و24 و25. ما شاء الله. كانت توجيهات فخامه السيد الرئيس ان احنا الناس اللي بتجيب يعني انتاجيه عاليه دي، ايه السبب؟ طبعا بنتيجه استخدامهم التقاوي الجيده والمعتمده. واحنا كمان عملنا حاجه جديده بتوجيهات فخامه السيد الرئيس، عملنا حاجه اسمها الخريطه الصنفيه. الخريطه الصنفيه دي الهدف ايه؟ ان احنا بندي لزملائنا الباحثين في مركز البحوث الزراعيه بيبحثوا كل منطقه معينه داخل الجمهوريه ويشوفوا ايه الصنف المناسب لها، وبالتالي بننشر التعليمات وبنودي التقاوي للجمعيه من حسب الصنف اللي هو يجي يبقى يحقق انتاجيه اعلى في اسرع. مساله استخدام الخريطه الصنفيه دي كمان من الدوافع ومن الاساليب اللي ادت الى تحسين الانتاجيه. توجيه فخامه السيد الرئيس ان احنا نتوسع في التغطيه بالتقاوي المعتمد. ان شاء الله هنعمل، عملنا خطه زودنا السنه دي نسبه التقاوي الاكثار اللي احنا متعاقدين عليها، وان شاء الله السنه الجايه يعني انا كلفت زملائي في مركز البحوث الزراعيه والاداره المركزيه للفحص واعتماد التقاوي والاداره المركزيه للتقاوي، ان شاء الله يعني في خلال ايام قليله هنعمل خطه ازاي نرفع مستوى التغطيه، ازاي نوصل التقاوي المعتمد للفلاح، ازاي نشجعه ونعرفه ان يستخدم التقاوي. هل هيبقى في حافز للفلاح علشان يستخدم التقاوي الجديده؟ هو اصلا ده هتحسن انتاجيته، ده هو حافز. يعني تخيل الفلاح نفسه لما يزيد له اردبين ولا ثلاثه، الارداب ب 885 يعني بتزيد له ب 2500 او 3000 جنيه، ده هو ده انتاج، انت بترفع من مستوى انتاجيته، ده احنا بنساعده. وده في حد ذاته مساعده وحافز، لكن هل طبعا من الوارد انه معالي الوزير يوجه بتخفيض سعر التقاوي الجديده سنه صغيره؟ خفضنا والله يا يوسف. طب حلو، خير وبركه. والحاجه الثانيه كمان اللي احنا بنعملها ان احنا بنتوسع في الحقول الارشاديه عشان نوري الناس النظم والاساليب المتبعه ارشاد. يعني احنا عملنا السنه دي اكثر من 8000 حقل ارشاد في كل انحاء الجمهوريه، الحملات القوميه للرقابه يعني لمتابعه القمح وانهم موجودين باحثين، احنا الممارسات الزراعيه الجديده بنمدهم بالتقاوي، الانذار المبكر، مساله الانذار المبكر مع التغيرات المناخيه والحاجات دي من البيانات الجديده اللي احنا بنحاول نزود الفلاحين بها. ان شاء الله
يعني توجيه فخامة السيد الرئيس ان احنا نتوسع، فعلا هنتوسع فيها، مش في القمح بس، احنا عندنا ذره بنغطيه 100% احنا، وبرضه القطاع الخاص اللي احنا بنتابعه في مساله التقاوي، الفول الصويا، عباد الشمس، الرز والقط، احنا بنغطي 100%. يعني قصدي اقول ان احنا لابد ان احنا هيبقى ده محور رئيسي من المحاور اللي برضه بتستخدم في تدعيم منظومه الامن القضائي باذن الله سبحانه وتعالى. طب اخيرا زي ما حضرتك اشرت هنتكلم عن سعر الحلم. لو تسمح لي بس، ان لان سياده الرئيس ده بيعتبر الحلم بتاعه هو انت الهدف منه، انت عارف السلالات اللي موجوده عند يعني اهالينا في الريف والقرى. أيوه. الرؤوس الماشيه دي انتاجيتها منخفضه، سواء صحيح. معدل التحول في اللحوم او سواء إن الالبان. ايوه. فيعني لك ان تتخيل مثلا الراس زي ما سياده الرئيس قال كده بتاكل نفس الاكل او مع اختلاف نسبه بسيطه، بتاخد نفس الرعايه، بتحتاج المربي او زميلنا المزارع بيتابعها وكده، هي نفس الراس اللي هي ذات الانتاجيه الاعلى. أيوه. لو انا شفت ان معدل زي ما فخامه الرئيس قال النهارده كده، معدل تحول اللحوم في الراس في حدود 7 من 10 كيلو في اليوم، في حين ان الرؤوس والسلالات الجيده قد تصل الى 1.4 من 10، 1.5 من 10، 1 الضعف على حسب نوعها، وبالتالي تكاد تكون قريبه من الضعف. وبتنافي اللحوم بنفس المواصفات وبنفس الرعايه ونفس الاكل مع اختلاف نسبه الاكل بسيط، لكن هتؤدي الى زياده في انتاجيتها. يعني تقريبا نفس التكلفه بس ضعف الانتاجيه. ضعف الحاجه الثانيه، لو انا بصيت على الالبان الاقي دي بتجيب لها 7 8 كيلو في اليوم، دي بتجيب لها في 20 و25 و30 و35، ثلاث اضعاف انتاجيه الالبان، ثلاث اضعاف. فاذا كان الهدف انت، ودي تعتبر حياه كريمه، خلي بالك طبعا، لان انت بترفع من مستوى المواطن، واحنا بنتعامل يعني التوجيه بتاع فخامه السيد الرئيس بيقصد الناس الصغار المربين، لكن المزارع الكبيره المنتظمه عندها الياتها وعندها اسلوبها وعندها اصنافها وعندها الياتها في الرقابه. يعني يا فندم احنا بنتكلم على المربي الصغير. ما هو دي يمكن زي ما اتكلم عليها الرئيس، هي حلم. انا مره يعني وانا في النهايه خالص مش متخصص باي حال من الاحوال، شفت انه كان في نوع من المواشي المصريه خدوها الطلاينه وعملوا عليها تحسين للصفات الوراثيه بالرغم انها كانت اصلا فصيله مصري، وبقت ضعف انتاجيتها في اللحوم زي ما حضرتك قلت، اكتر من 3 اضعاف. عندنا مزرعه في المنيا الجاموس المصري المحسن بالايطالي، احنا عملناه. أيوة. في غرب المنيا، يا ريت حضرتك تبقى تروح تشوفها. طبعا انتاجيتها عاليه في اللحوم والالبان وموجوده وبنتوسع فيها، لكن احنا يقصد سياده الرئيس ان الرؤوس اللي عند زملائنا المربين الصغيرين والمزارعين نبدلها بقى. احنا عايزين نحط برنامج ان احنا احنا عملنا شويه برامج برضه وفقا، لان احنا بدانا من فتره، احنا عملنا 5 مراكز تلقيح اصطناعي، جبنا طلاي ذات انتاجيه يعني من الاصناف الكويسه، وبالتالي بنعمل عمليه نتوسع في التلقيح الاصطناعي عند الرؤوس. أيوه. اللي عند المربين الصغيرين عندنا اكثر من 600 نقطه للتلقيح الاصطناعي، بنعلم بعض الخريجين سواء من كليات الزراعه او الطب البيطري كملقح اصطناعي، وبنديله الجرعات دي ويبدا فعلا يتوجه وبنتابعه، دي نمره واحد. عظيم. نمره اثنين، توسعنا في استيراد الرؤوس اللي هي محسنه ثنائيه الغرض، خاصه اللحوم والالبان اللي هي بتنفع وتتناسب مع بيئه التربيه عند المزارع الصغير. يمكن وصل خلال السنه ونص الاخيره دي حوالي، جبنا حوالي 70,000 راس بالتعاون مع شركاء التنميه وبعض البنوك برضو كالبنك الزراعي في اسلوب تمويلهم، لكن ان شاء الله توجيه فخامه السيد الرئيس ان احنا كمان هنبدا نتعاون مع برضو بعض الجمعيات، مع بعض رجال الاعمال، مع بعض المربين الكبار، ان احنا نحاول ننشر هذه الاليه شويه ونتوسع فيها، كمان مراكز تجميع الالبان، لان انت برضو زي ما سيادته قال كده ان لما تحسن السلالات هتزيد الالبان. طبعا. فلابد ان احنا يعني نعمل تطوير لمراكز تجميع الالبان. احنا طورنا يمكن اكثر من 210 مركز تجميع البان غير المراكز اللي داخله في مشروعات حياه كريمه، كل دي منظومه متكامله ومتعدده المحاور، الهدف منها رفع مستوى برضو المربي والمزارع، وفي نفس الوقت برضو بتؤدي الى زياده وحمايه للدوله في مساله. طب اللحوم بتزيد وبالتالي بنخفض الفجوه، معالي الوزير، متى احتياجاتنا وبالتالي بنقلل الاستيراد، متى نبدا
متى نبدأ في تحقيق حلم فخامة الرئيس؟ يعني احنا نبدأ من يعني سيادة الرئيس لما يتحدث عن حاجة يعني نبدأ من امبارح. ايوه صحيح. احنا النهاردة اتصلنا بأحد المربين الكبار وهيجي لنا المكتب بكرة وهنرسم برضو خريطة ازاي نبدأ في منطقة معينة نعتبرها نموذج. خلاص توجيهات فخامة السيد الرئيس احنا مش بنستنى فترة على ما نطبقها. صحيح. من ساعة ما طلعنا من اللقاء واحنا بنشتغل على هذا الامر دلوقتي. بإذن الله بإذن الله. معالي الوزير انا طولت على حضرتك واشكرك جدا جدا جدا، احنا تشرفنا وتنورنا. الى ان نلتقي قريبا وهنستأذنك ساعتها بقى تبقى فاضي شوية هتصحبنا في هذه الجولة يا فندم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك معالي الوزير، كل الشكر لمعالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي.